تحمل راية الإمام الحسين عليه السلام اللي ترفع بشهر محرم رمز ومعنى عميق عند المسلمين. تعتبر هاي الراية رمز للثورة ضد الظلم والفساد وتجسيد للتضحية والشجاعة. الراية ترفع بالعديد من المساجد والمنازل والحسينيات خلال شهر محرم ليحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه بمعركة كربلاء. اللون الأكثر استخداماً بالرايات هو اللون الأحمر اللي يرمز إلى دماء الشهداء والتضحية. تستبدل راية قبة الإمام الحسين عليه السلام ليلة الأول من كل شهر حسب التقويم الهجري، وهذا يعني أنه هي تستبدل بالسنة 12 مرة. يبلغ طول راية القبة الشريفة 3.90 متر، أما عرضها 3 أمتار. تصنع راية القبة الشريفة من قماش الستن الكوري أو الياباني، وتقوم وحدة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الصيانة بالعتبة الحسينية المقدسة بخياطتها حصراً. بالإضافة إلى راية القبة الشريفة تنشر المئات من اللافتات والرايات السوداء اللي تحمل شعارات النهضة الحسينية الشريفة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام عن واقعة عاشوراء، وبعض المقاطع من زيارتي عاشوراء والناحية المقدسة داخل الصحن الشريف ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين. تقوم وحدة الخياطة أيضاً باستبدال بردة القبر الشريف الخضراء ببردة سوداء مطرزة بخيوط الذهب والفضة المطعمة بأحجار الزمرد والياقوت، وتحفظ الراية بعناية بعد انتهاء شهر محرم. يتم تنظيفها طبعاً وترميمها إذا استدعى الأمر لضمان استخدامها بالسنوات القادمة. رفع راية الإمام الحسين عليه السلام هو مو مجرد عمل رمزي، هو تعبير عن الولاء والمحبة والتضامن مع قيم العدالة والشجاعة اللي جسدها الإمام الحسين عليه السلام.